الذكور الرجال كنقولوا لهم كاين حديث صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال. المخنث هو الرجل الذي يتصف بصفات النساء ويتشبه بالنساء. كتلقى حتى هو تيدير الحلي الحلي الذهب المضمر السنيسلات الكورميطات الذهب تزيد الحلي وتتلقاه بحال هكا ديال بيقاد يتراسح جبانو تتلقاه مبنت مخنت وطوين الراجل يكون نقي ويكون حرش ماشي يكون موسخ. لا ما عمر الاسلام كيدعي للوسخ. الاسلام وليدي جاب لك واحد شنو سميتها غسل البراجم هنا براجم هنا هاد البلاصه اللي مطويات نقيه يعني جاب لك قص الاظافر جاب لك المضمضه جاب لك الاستنشاق جاب لك ترجيل الشعر جاب لك نتف الابط جاب لك حلق العانه جاب لك استعمال الطيب والعطور جاب لك اللباس هذا هو النقاء. ولكن انت تبقى راجل تتحافظ على الخصوصيه ديالك. نعم الا شافك شي والبنت راه بنت هي تدي المسائل لان بنت أو ما ينشأ يعني أو ما ينشأ في الحليتي وهو في الخصام غير مبين. المرأة لا بدلا من حولي ومن زينة ومن كذا ومن كل المسائل تاعها. إذن بالنسبة للدري خلي حجبانك أوليدي ما تقربش منهم الله يرضي عليك حجبانك أعطوهم ابتسامة.